من بروكسل معنا سلام عطلة مراسل قاهرة إخبارية. إذن أحييك سلام، نتحدث حول هذا الاجتماع مجلس نيتو أوكرانيا لمناقشة آخر التطورات الميدانية ملف الحبوب الأوكرانية. إذن كيف تبدو التفاصيل لديك سلامة؟ مساء الخير حساني. هو أول اجتماع لمجلس أوكرانيا النيتو، وبين يدي سفير أوكراني العسكري تحت مظلة الأطلسي خطة ومطلب أساسي هو أن تتحول الحرب من برية إلى جوية، وتحديدا في منطقة محددة فيما يشبه حلبة التحدي الجوي. الأوكرانيون قالوا بأننا لا يمكن أن نستغني عن توريد الحبوب عبر البحر الأسود، وأي طرق بديلة هي طرق مكلفة ستكلف المزارعين الأوكرانيين وستزيد من ثمن الحبوب الأوكرانية وتفقدها القدرة على المنافسة الدولية كحبوب جيدة رخيصة الثمن، وكل الطرق البديلة غير كافية عن البحر الأسود، ولذلك لابد من تأمين جوي لمنطقة أو لممر داخل البحر الأسود تنقل عبر الحبوب، وهذا ما يتم طرحه الآن ضمن المجلس، ولكن هذا أيضا يحتاج إلى موافقة تركية ضمن الناتو. هذا ينقل الحرب من البر إلى الجو، ولكن في منطقة محددة في شريط يسميه الأوكرانيون شريطا لممر حيوي للأمن الغذاء العالمي، وهذا يعني بأن الحشد الدولي لهذه الخطة يمكن أن يكون مبررا بما أنه يدعم ويضمن تأمين وصول الغذاء والحبوب تحديدا إلى العالم عبر البحر الأسود. لكن هناك معيقات كثيرة، هذا المطلب أوكراني الطرح العلني، ولكن ليس بالضرورة أنه أوكرانيا من حيث الفكرة. لذلك نحن أمام مرحلة خطيرة ينتقل فيها الحلفاء إلى مناقشة جدية لهذه الخطة فيما يتصل بتدريب الطيارين، لأن الوقت يداهمهم. تم الاتفاق على أن يكون تدريب الأوكرانيين في مركز إقليمي داخل أوكرانيا، ولكن في هذا الموضوع لأن الموضوع خطير حساني، تريد الدول أن توزع هذه المهمة بين القبائل، لأنها لا تريد أن تتحمل مسؤولية المواجهة الجوية فوق البحر الأسود مع روسيا. لذلك لا تريد الولايات المتحدة أن تقدم التدريب، فتحت أبواب التوظيف لطيارين متقاعدين يمكنهم أن يقدموا هذا التدريب داخل الأراضي الأوروبية وتحديدا في المركز الإقليمي في رومانيا، وبدأت برفع كل القيود المتعلقة بتصدير المعدات والأدوات اللازمة للتدريب كأجهزة المحاكاة وغيرها. من سيقدم الطائرات بعد التدريب؟ الواضح بأن الأوروبيين هم من سيقدمون هذه الطائرات، لكن نحن نتحدث عن مرحلة خطيرة ومهمة في هذه الحرب يصر عليها الأوكرانيون ضمن حلف شمال الأطلسي وينسقون على هذا الأساس. إذن مسار جديد قد يعقد أمور الأزمة الروسية الأوكرانية كما قلت. إذن سلامة، أشكرك على هذه التفاصيل من بروكسل، كنت معنا فيها سلامة عطلة مراسل القاهرة الإخبارية. شكرا لك سلامة.